لقاء مع قائد الميدان في اللواء الثالث التابع لجبهة ثوار سورية أبو عدي الجولاني. أخي أبو عدي، ما هو رأيك في التدخل والعدوان الروسي على الأراضي السورية وتدخل الطائرات الروسية في قصفها للأراضي السورية؟ والله هو التدخل يعني جانا باحتلال تاني، احتلال صليبي تاني، يعني كل مين صار له طار في سوريا يجي ياخذوا عندنا هون. بس ان شاء الله يعني مو بس روسيا، يعني هي من روسيا من جديد اعلنت حالها انه تدخلت من جديد، هو ايران وحزب الله وغيره والصين وكوريا كله فشل الحمد لله، والله كله وكله راح يفشل كمان، مو يجيب روسيا راح يجيب العالم كله ان شاء الله باذن الله، ما له فوته ما له فوته باذن الله. ما هو رايك في زياره بشار الاسد لموسكو؟ بشار الاسد زيارته هي كانت خفيه بس وراه كلها مكشوفه يعني، تمام. وان شاء الله شو راح يساوي، شو بده يطلع بايده، وشو راح يجيب، وشو راح يفاوض، وشو راح يستعمل صفقات، باذن الله كله بكره بتبين، وشو ما جاب وشو ما هي كمان راح نضلنا يعني، احنا جاب الطيران وما اختلف علينا شيء، هيك هيك طيران يخصفنا، نعم عادي يعني باذن الله سوف باذن الله راح ننتصر وسامضي.